السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا جديد حول أشرف حكيمي ورغبته في الانتقال من نادي باريس سان جيرمان بسبب النقابة اللي مطبقة عليه من لاعبي أمريكا الجنوبية نيمار، ميسي، ماركينوس، دي ماريا وغيرهم من اللاعبين. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل، برسمي المنتخب مالي انضم إلى الجزائر ومصر في قائمة الاتحادات الوطنية المعترضة على نتائج إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم. يعني حتى هما كيطالبوا باش يعاودوا مباراة الإياب اللي كانت ضد منتخب تونس، والسبب وراء ذلك بحسب رئيس الاتحاد المالي مامو توتوري قال لك انه في الدقيقة الخامسة من لقاء الاياب امام تونس سجلنا هدفا وتم رفضه من الحكم، وقولا واحدا حتى مباراة ما غادي تعاود لا ديال الجزائر ولا مصر ولا مالي. والدليل ان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي هنأ المنتخب السنغالي وقال لهم بالحرف الواحد تهانينا لكم للاتحاد السنغالي لكرة القدم، للاسود، للطاقم التقني وللشعب السنغالي بعد تأهلكم المستحق الى كأس العالم. يعني ببساطة كل شيء واضح وباين. ايضا واحد الخبر مهم جدا، فبعد ما الاتحادات الخمسة اللي غادي تمثل القارة الافريقية في المونديال القطري راسلوا الكاف بطلب مشترك من اجل تأجيل تصفيات كأس امم افريقيا اللي غادي تكون في الكوت ديفوار باش يلقاو الوقت او المساحة الزمنية الكافية باش يلعبوا مباريات ودية في شهري يونيو وشتنبر. في الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسميا قرر النظر بجدية لمطالب كل منتخبات الافريقية المتأهلة لكأس العالم، خصوصا بعد تهديد منتخب تونس بالانسحاب من هذه البطولة. ولهذه الضغوطات كاملة رغمت على الكاف قبول مطلب ممثلي الكرة الإفريقية وإيجاد حل لتأجيل التصفيات المقبلة إلى ما بعد المونديال، ما يعني بنسبة كبيرة تأخير موعد انطلاق الحدث القاري في الكوت ديفوار إلى يناير 2024. أما عن أشرف حكيمي فهناك تقارير إعلامية إيطالية كشفت أن المغربي أبلغ رفاقه في الإنتر الإيطالي عن رغبته في العودة لصفوف الفريق في الموسم المقبل بسبب عدم انسجامه مع نادي باريس سان جيرمان. أيضا فابيو سانتيني لكي الشغل كصحفي في كالشيو ميركاتو اكد بان حكيمي رفقة روميلو لوكاكو اخبر اصدقائهما في الانتر عبر رسالة في تطبيق الواتساب برغبتهم الكبيرة في العودة لصفوف نيراتزوري. واصلا كان سبق لروميلو لوكاكو خرج على العلن وقال انه باغي يرجع للانتر، واللي هاد التصريح كان سبب ليه مشاكل كبيرة مع المدرب توماس توخيل واللي حد الان باقي كيدفع الضريبة ديالو، واللي غادي يزيد متاعب اشرف حكيمي مع نادي باريس سان جيرمان خصوصا في الموسم القادم. هو الصديق المقرب ليه الفرنسي كيليان مبابي اللي كل مؤشرات كتقول انه غادي ينتقل الى الميرينغ ريال مدريد بشكل مجاني. والصحفي فابريزو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين قال لك ان كيليان مبابي مازال حتى لهذه اللحظه مازال ما خدا اي قرار بشان مستقبله، والناديين باريس سان جيرمان كيساينوا فقط القرار النهائي ديالو، وغالبا وبنسبه كبيره جدا غادي ينتقل للميرينغ ريال مدريد. ولا رجعنا لمشكله اشرف حكيمي، غادي نلقاوه في الاساس كاينه في غرفه الملابس، ما لقاش الانسجام بينه وبين اللاعبين، وطبعا اللعيب ماشي منه من بعض اللاعبين خصوصا ديال امريكا الجنوبيه ميسي ونيمار والطبقه، وهذا الشيء فعليا كنشوفوه على ارضيه الملعب. وللاسف اشرف حكيمي وبكل امانه الانتقال ديالو من باريس سان جيرمان صعب جدا، ولكن في الاخير كيبقى كل شيء ممكن. عموما كنتمنوا ليه كل التوفيق، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.